هلا، وشلونكم؟ سويتكم اليوم مندي دجاج. شوفوا العظماية شلون تنسحب بكل سهولة، هذا دليل على انه الدجاجة متبلة وذايبة، واهم شي طعمها يتجنن صار هي والتمن. بالعادة المندي تكون تتبيلته ناشفة، انا اليوم سويتكم اياها سائلة، راح تنطي طراوة مو طبيعية للدجاج. ما حضرت الطعام، خليت هاي المكونات كلها اللي راح اكتبها اسفل الفيديو بالتفصيل على مود سهل عليكم السكرين. خلطتهم زين وصار قوامها هيك سائل، وتبلت بيها الدجاج. خليت عليها بهارات صحيحه، قلت لكم كل شيء راح اذكره بالفيديو اسفل الفيديو العفو. تبلتها وخليتها 12 ساعه اقل شيء، يعني قبل ليله. ثاني يوم حمست بصل ومجموعه بهارات والتمن بس مغسول ما منقع، خليت له مكعب ماجي، وخليت له مي يا دوب يغطيه باصبع او اصبع ونص. خليت هاي السباية مال مايكرو، إذا ما عندكم خلوا ورق قصدير ثخين طبقتين أو ثلاثة، زرفوه وخلوا الدجاج، خلوا ورق زبدة على مود ليلزق الورق السيليفون، غلفوه زين ودخلوه الفرن على حرارة 200 من فوق ومن جوا، أو بس من جوا حسب فرنكم. هنا استوى عندي، خليت لهاي الصلصة ودخلته بس الفرن على مود ياخذ لون. هذا التمن شلون نثري صار، تجيبون فحماية شعلوها وتدخنون التمن والدجاجة وتقدموه، جربوه كلش راح يعجبكم. عوافي.